في الدراجة، أقسم بالله العظيم عيب 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 اللي قاعد بيطلع من حفيظ دراجي يا جماعة الخير، مش من شيم الرجال أبدا ولا بأي شكل من الأشكال ولا بأي قانون ولا بأي دستور. بيطلع لحفيظ دراجي يتعامل مع كريستيانو رونالدو بهاي الطريقة. عدد المتابعين والمحبين والعاشقين واللي شايفينه أفضل لاعب كلهم نزلوا لحفيظ دراجي عشان أبقى لي ولا يودع، ولكن داك الشيء ما كتشوف الهجوم اللي دار حفيظ دراجي كتشوف الهجوم ديال البي بي سي وعصام الشوالي وكذا، كتعرف انه كاين شي بلان ضد داك اللاعب، فهمتي؟ يعني كاين واحد الحمله ممنهجه على داك اللاعب، ما عرفتش شنو السبب، لكن كنظن انه من الاسباب انه اختار يلعب في السعوديه والعلم لله. تكتاك حفيظ دراجي يقول صفر يا حكم، اريد رؤيه دموع رونالدو بعد ركلات الترجيح. اذا تكره رونالدو حفيظ دراجي انت تعلق في قناه كبيره ولها جمهور يتابعها. والله العظيم حاجه غريبه جدا. كلنا عندنا ميول، كلنا لكن نحترم اللي يسمعونا. كل شيء دابا داير حمله ضد حفيظ الدراجي، انا اصلا ما عنديش ميول. نحترم اللي يشوفونا، حفيظ الدراجي يكره. هذا نهار الماتش ديال الرجاء والجيش. هذا جاي من عند الجمهور ديال الجيش، غادي عند الجمهور ديال الرجاء باش يلوح شي حاجه وما باش يضربهم. دابا بهاد اللقطة هادي 10 سنين ساهلة، طلعت لي الحياة في راسو. 10 سنين دابا ساهلة، دبر عليها فابور وفابور. رونالدو ما كان يبكي لكن شاف المنصة ووجد أمه تبكي. هنا رونالدو تأثر جدا. شوفوها طبيعة البشر النفس يا اخوان، شاف والدته تبكي وهو مهدر ضربة جزاء، انهار فجأة. انهيار. والله ما عرفتش علاش الناس كيضحكوا على هذا السيد هذا، فهمت؟ حافظ دراجي يقولك بغيت نشوفه كيبكي ديما كيبكي، ما فهمتش العالم اللي وصلنا ليه يا صاحبي، ولا بنادم يتشفاف كي لا شافك انت كتبكي. يا جماعة شنو مشكلة حفيظ الدراجي مع كريستيانو رونالدو؟ انا ماني فاهم ابدا، ارجوكم فهموني، لان لا يمكن انا كشخص عربي واسمع لمعلق عربي لمنتخب اوروبي ومنتخب الخصم ايضا اوروبي واشوف هجوم على كريستيانو رونالدو اللي صنف البعض على هو الافضل في التاريخ. انا ماني فاهم هذا الهجوم، يعني انا متاكد ان حتى المعلق السلوفيني لم يفرح بضياع ركله الجزاء من كريستيانو رونالدو كثر حفيظ الدراجي. فانا ودي افهم، انا قاعد اتابع قنوات عربيه ومعلق عربي. راني قلنا لكم الاخوان اللي حيت كيلعب في السعوديه صافي، يلعب مع فريق عربي في السعودية. فأنا أتوقع الحيادية كمشاهد. شو الموضوع؟ يا جماعة لا والله العظيم جد. نعم المشكلة هذه الحملة هذيك كنتو كديروها على غزة وداك الشيء اللي واقع في فلسطين، كرة غزة عايشة بخير. هذا الشيء كامل درتوه على ود حفيظ الدراجي ورونالدو. علام وحق والله يتعلم بالله. ممثل فاشل في هذه اللقطة يا كريس، لم تستحق جائزة الممثل. الافضل لجائزة الاوسكار، خليك في الميدان. التعليق ديال عصام الشوالي، هذا عصام الشوالي اللي كان كيهضر. كلمة الحقتك والله، يلي قاله عصام الشوالي من المعيب يطلع من معلق كبير بلسانه. شايفين كل هالمباراة اللي صارت والخسارة اللي تعرض لرونالدو والمنتخب البرتغالي، كل العالم اخر همه. اخر همه العالم خلص عارف انه المنتخب البرتغالي متصدر مجموعة وعملها باحتياط، بس اما الضجة الكبيرة اللي صارت من وراء عصام الشوالي لما قال هذه الجملة، أنا مش عم بتخيلها. أنا لما قال هذه الجملة وقدامي التلفزيون هيك تردد فعلي، ولك شيء مش منطق، شيء مش مقبول يطلع من إنسان معلق كبير مثل عصام شوالي يا أخي. ولك أنا تسالي وما يبدك المزيكا باش يأثر فيك، فاهم شي؟ هو الموضوع تافه جدا ما كيستحقش هذه البلبلة كاملة، ولكن ضروري خص اجوتي مع صباح الخير للجميع. نحكي لكم سر خطير عن البطيخ يا اخوان، كيف تطول بطيخه وانت مغمض بدون ما تعمل هيك وتعمل هيك، هذا كله غلط. غتعزل البطيخه وانت مغمض عينك ولا ما دير هكا، غتصدق جايب شي صلعه ديال شي واحد ولا غتجيب شي كارثه. تعال نفرجيك، طلع البطيخه، شايفين هذا الاشي؟ هذا مش هذا، شو هو؟ تلقيح نحل. تلقيح نحل.
لما تشوف إشي زي هيك على البطيخ عرف إنه البطيخة أحمر وطعم. نايس. طلع شايف؟ هذا هو السر اللي طعم البطيخ مش راضين يحكوا لحدا. طلع شايفينها؟ هذا تلقيح نحل. بنكون قد ما هي حلوة النحل داش عليها. وهلا نفتح لكم أي واحد منكم، نفتح لكم هاي ولا هاي ولا هاي، نفتح لكم واحد اثنتين. أبشاد هات تفتح. والله والله ما كنت عارف. يلا على السريع. أبرامي. والله ما كنت عارف المسألة هذه بالله الله يرحمني الوالدين. يلا نشوف هاي. طيب نفتح واحد مش ملقع نشوف فيه. على راسي يا شيخ. يلا إجا. يا براشي طلع صار. أوه. أوه. حبيبي ما شاء الله طلع ما شاء الله والله يعطيك الصحة مش ملقحة هذا نشوف يلا هذا نطلع واحد ها هاي طلع هاي سالم هاي بتكون فاضي من جوا يلا نشوف يلا شوف أخي هذه ما لقحاش النحل لأنه ما خصهاش تكون حمراء هذه طلع طلع شايف فاضي اه والله صح فري طلع 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 اه نعم مش منيحه مش قويه زي هذيك طلع هاي فل هاي ملقحه بعدين شام ريحه بس التلقيح يلا ريحه فعفعت على البرامج على راسي انت يا ابو شادي تاج راس صباح الخير للجميع انا كان يحسب لي ذاك دوك الجرحات تكون بسبب التراب اول مره كان سمع انه من النحل والله اعلم ما عرفت كلت الترجيع تقولنا رونالدو نشوفه إذا بدأ البكاء من الآن ولا لا عبد العزيز النصر بعد لحظات سيكون كلت الترجيع تقولنا رونالدو حقود حقود الإنسان حقود سيد أخوي حقود سيد أخوي تقولنا رونالدو نشوفه إذا بدأ البكاء من الآن ولا لا بغي الشو فهمتي بغي الشو صح ما بسكت الحين فعلا ما بسكت اوقف المهزله انتوا تعرفوني من اول ما دخلت السوشيال ميديا وانا ما احب اذكر شخص واقلل منه او اسيء له ولكن الحين الموضوع وصل حده المعلق الدراجي في مباراه السلوفاني والبرتغال بعد ما ضيع رونالدو ركله الترجيع والمباراه انحرقت فيها اعصابي الدراجي قاعد يضحك ولك انه مستعمل في جمهور يتابعه هذا غير الكلام اللي قاله اسمع ايش قال بعد ما ضيع رونالدو ركله الجزاء وبكى الدراجي قال رونالدو بكى ما دافع سؤال رونالدو اكثر من اللي دافع سؤال فلسطين قطر وفي المانيا وفي السعوديه ولما راح ركله الترجيع حفيد الدراجي قلل من وقال شوف لنا رونالدو بدأ بالبكاء ولا لا كان يقوله في وسط المباراة مثل الحمد لله شفنا رونالدو وأيضا قال إن رونالدو لن يسجل اليوم ولا يسجل المباراة القادمة وكأنه هو من السبعة رونالدو من ربع النهائي واللي أغضبني أنا شخصيا لما قال إذا غادرت البرتغال البطولة رونالدو وبيبي سيغادرون المنتخب وكأنه رونالدو لاعب عادي في المنتخب البرتغالي أنت تعرف من رونالدو هذا غير اللي صار في مباراة جورجيا بالتقليل من الشوالي على كريستيانو رونالدو لما قال إن رونالدو بارع في التمثيل وقال إنه ممثل فاشل وغير من التقليل يا جماعة الخير افهموا ترى التعليق مسؤولية كبيرة ما بسكت الحين فعلا ناري ممكن وعلى جهد عندي هذا الجهد انا قريت المحاماة او تاني كلمة للمعلق حفيظ دراجي انا شخص بحترم كل الاراء وبيمشي هيك ما بلف لا يمين ولا شمال انت من كنا عليك وفكر يلي عملته جماعة ميسي والبرشلوني حيحبوك انت مفكر كل هيدا يلي عملته حتكسب عالم جديدة وتطلع ترند حبيب دراجي انت عملت اكبر غلط بتاريخك انت علقت على اكبر غلط عملته بتاريخك افشل مباراه علقتها بتاريخك دابا غتلقى الجزائريين هما اللي مساكل تحت حفيظ دراجي خط احمر اما بوحدهم اللي غتلقاهم دابا حفيظ دراجي خط احمر لا شي حاجه الشمسي اوكي يا ربي تسمح لي احتمال كبير انه يكون هذا متحول تاب احتمال كبير فهمتي وربي اللي ربي اللي عنده الحق يحكم عليه فهمتي اللي خالق فهمتي الله يهدي الجميع ايه يا ابن البردة يا تنح يا ابن التنح انت خلاص انت لازم تحلب ام الافيه من شويه الكره مع كريستيانو جري بيها شويه قال لك اوف الحمد لله شفنا رونالدو ايه خفه الدم بتاعت السبعيناتي والستيناتي دي ما خلاص يا بيكتموا قطعتكم الضو كيفاش عرفتوا هادشي
عم يا حفيظ الاوف الحمد لله شفنا رونالدو كل ماتش لازم تمسك في لعيب تقول اوف الحمد لله شفنا اوف شفنا ام خلاص بقى خلاص هي اخر سنه ليك وتتوكل على الله عشان بص انت بقيت تحب تستظرف عشان ام الترند عشان تطلع عرفت ان انت خلاص الناس بتمسك لك لقطات نزلوا لك فيديوهات فانت عايش في لا فعلا عنده الحق في القضيه دي المعلقين صافي انفو عرفوا انه كاين تترجموا لهم التعليق ديالهم الانجليزي والناس تعجبهم داك التعليق دوك لي كومونتير اللي كيبقاو يقولوا فهمتي ولاو كيديروا هاد القضيه هادي فهمتي باش يطلع ترند فري عنده الحق في هاد المساله هادي حد فاهم حفيظ الدرجه يا جدعان ان الافيه لما بيتحلب بيبقى بيض خلاص حفيظ خلاص هنطلعك ترند هتلاقي كله بيتكلم عنك والناس هتضحك وحلقات الكوميديا وكده واللي بيحب ميسي يجي يحفل وينزل الفيديو ها الحمد لله شفنا معلق كبير بمستوى حفيظ دراجي بيقول لك اوف الحمد لله شفت النهارده يا رجل شو هي دي قمه المسخره صارت زوين هذا المحتوى ديالهم شو بالي غنولي نديرو شي انا نبقى نخشي راسي حتى التلفاز وندير شي لقطه وكذا ونطلق مزيكا ديال السسبنس وكذا شو مالك حفيظ دراجي اي بخرج من كلامك ده خاص يكونوا عندي عينين زرقين ولا خضرين اللون عندي اللي ماشي هو هذاك اللون ما فهمتوش انا خصني نكون ضعيف عندي اللحيه عندي شويه الشعر محتوى صعيب عليا انا ما حرد ايه هو اللي حيرد هلا انطوري هذا الراجل ايه شو تضافي هلا شوف الرد اوف الحمد لله شفنا رونالدو فين هو الرد فين هو الرد حفيظ الدراجي لا حول ولا قوه الا بالله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العظيم بل أتى قبل ساعتين واضح أنه شاف ردة الفعل من عشاق كريستيانو فقط لأن كريستيانو في حياته ما طلع الإعلام وأنصف كريستيانو يعني لأنه يدافعون عنه وأنهم يسترحمون لما دخلت عليكم بالله واش كريستيانو فايق لهذا من الناس واش رونالدو فايق لهذا السيد هذا من الناس أصاحبي مش عارف هذا شحال كيدخل هذا في بوست انستغرام مش عارف شحال كيدخل هذا الدقيقة اي ديك اصاحبي خونا لعب على الجلوري على الالقاب اصاحبي واش هذا غيتسوق لك لهذا حتى نتوما الله يهديكم تعاطفون مع دموع لا حول ولا قوه الا بالله كل واحد عايش في امه اصاحبي حاصل في حفيظ الدراجي ويا ليت كريستيانو رونالدو عانى طوال مسيرته مع معلقين فقط ومعلقين العرب لا طبعا كلكم شفتوا الفيديو ده بس ما حدش يعرف ايه اللي حصل للست دي بعد كده تبغى انا نعرف اختي واش ديك بصح كانت بتسقك الولد حيت بعدين قال لك لا يداروا مع تحقيق قال لك لا قاولنا ما عندها لا سوابق لا والو درويشه وكذا فهمتي وقال لك حق هذه قالت لك لا راه كان راجلها كيتسنى برا في تريبورتور يعني كانت غتهز الولد وتقعد ولا كان راجلها كيتسنى في تريبورتور باش يديها بحال مشكل داكشي مشكل تعالوا بقى احكي لكم القصه دي من الاول الحادثه دي حصلت في الغربيه تحديدا في طنطا الست اللي انتوا شفتوها دي استغلت ان الام انشغلت لحظه عن ابنها انت دلوقتي تعاود لي قصه كامله بعد مني يا اخويا يا مالك عليها يا اخويا مالك ابقى فيا والله تبقى فيا بالله ما شنو داروا معها مسكينه راه مشكله صاحبي راه بلاد دخل على التنظيم ديال كاس افريقيا تنظيم كاس العالم تنظيم خمسة المونديالات ديال الدريات فهمتي ما بلانص الصاد ما بلانص اخويا بحال موكا صاحبي ما يعقلوش عليك لا حول ولا قوه الا بالله انت ما درتي والو دبرتي على حبيبي صغير هاك تركي هدد ياسين انتما واش باقي كتمشيو لتركيا انتما واش باقي عندكم العقل تمشيو لتركيا واش كاين شي انسان عاقل باقي تيمشي لتركيا اصاحبي حتى هو هز عليهم موس ولا ما نعرف شنو هز عليهم هاد خونا ورجال الاعمال سعوديين مريحين في اسطنبول في قهوه هو مدير كامل سكاسنان تركي بترك مسكين يهدد
عرب ما نبغانا ما عرب جايب سكين معاه يا صراحه قال لك يمشي لتركيا سروا لكم صراحه قال لك يمشي دابا حاليا تركيا سروا هادشي اللي واقع دابا تما كيف زيدان سوري لام بيني جنب مراسه باك بيچك بوردا نيسي سوقماسم تك 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 روح عرب 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 انا صورته انا عرب صورته انا صورته الان اكلم البوليس الان انت واش من نيتك البوليس صيغتي انا البوليس غيعاقبوه لا والله واش داك البوليس تما ما يعاتقوك انت بالله ويعرفوك عربي احل فيكم بالله العلي العظيم جفان جفان كوريا شوف الفيديو على الصبح تخيل معايا نص ساعه كيخدم لي على 5 دراهم بورتوغا تيجي تميسه بوكيراني فيري جود يا فيري جود الحمد لله الحمد لله يوسف كارافيكا يوين عم زيرو تشوم بلا با يا جيم 4000원짜리 양고기 세트입니다 لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله حبيبي حبيبي واه بيتشوتا 진짜 아 너무 감사해요. 잘 고맙습니다. 네. 봐봐. 저 유어로 저 유어로 4 유어로 4치. 하하하하. This is nothing? Okay, nothing. I'm going to throw it because it's nothing. Huh? I'm going to throw it. Free. You want free? Look, you 아 밥맛 떨어져. 에이. 야라. Just only one. 가봐 가봐 가. I'm gonna eat. Bye bye. 가봐이. 와. 와 شان قول لكم. كتقاوس كبر بالبراني فوق قياسه كنوليو ضحكه. صافي. هاد المهنه هادي اخويا ما نكذبش عليك. ما كنقدرش يا صاحبي نحيد كاع صباط يا صاحبي. ونعطيه ليه ونريح ده ما كنقدرش نقدرش اصاحبي نعطيه رجلي بحال هكا ما كاين شي وحدين اخويا تيبقاو ما عندي حتى تعليق اقسم بالله ما نقول شي كلمه نتفرقع بوحدي يادي هادو اربعه ديال التلامذ الذكور تحصلوا على واحد المعدلات ممتازه يعني 19 الفوق في امتحان ديال البكالوريا ومع ذلك تم تغييبهم اعلاميا وتم التركيز كما شفتوا فعلا فعلا ما فهمتش انا كل عام يقول لك اختنا جاب الطن اختنا تقول انا واش الدراري ما كيقراوش علاش علاش تم اقصاء ديال الدراري ما فهمتش هذا البلان هذا علاش فقط على الاناث علاش واش باش انهم يوصلوا لنا شي ميساج ان البنات متفوقات على الذكور او لا بغاو يوصلوا لنا شي حاجه اخرى تحيه لكم السلام عليكم هادو عرفت علاش حيت بنت لي فام دابو قالت لي صحابي أولا الانتقادات اللي سمعتها وشفتها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من جماهير الكرة ليست جديدة أعتبرها لأنها هي مجرد تعبير عن مشاعر لجماهير تعشق رونالدو المعلق ليس مطالب بأن يعشق رونالدو أو ميسي هو مطالب بأن يصف المباراة ويعلق عليها ويتكهن ويتوقع انت ما كنتيش كتوصف المباراة انت كنتي كتضحك على واحد السيد كنتي كتشفق تبغيتي تشوف وكيبكي ويتجاوب مع ويتفاعل ايضا مع الكرات ومع اللقطات ويحاول يصنع جو مع الجمهور
وانا تعودت على مثل هذا مش فقط مع البرتغال. شو ما يصادرش فهمتي؟ ما يصادرش عقلية ديال هوك هوك السان فهمتي؟ ماشي يصادروش. والمعلق ما عارفش انهم شرط المعلق مخصوش يقلل من اللاعب. تعود حتى في الدوريات اللي نعلق عليها تعودت انني اتوقع نتائج المباريات واتوقع تسجيل ركلات الترجيح من عدمها، وهذا ليس جديدا. هي لمس بلد التاريخ.